بحضور نخبة من الأدباء والصحفيين والفنانين، احتفل قصر الثقافة والفنون في البصرة بالأديب والإعلام محمد صالح عبد الرضا بعد مشوار في حقول الثقافة يربو على 60 عاما. البصرة ذات حراك أدبي مفعم بالصور الخلاقة والجميلة، وهذا الحراك هو وريث لحراكات سابقة تاريخية. ومسألة الالتفات إلى المبدعين البصريين والتحدث عن تجاربهم وما يقدمونه من نتاج أدبي هو يعني يضاف إلى حيوية هذا الحراك الأدبي الذي تتمتع به هذه المدينة. جلسة مميزة وثرية عن سيرة الأستاذ الكبير محمد صالح عبد الرضا. ومحمد صالح عبد الرضا غني عن التعريف، إنسان إعلامي وشاعر من أوائل مذيعي تلفزيون البصرة. يعني حقيقة الجيل الجديد بحاجة إلى أن يقتدي بمن سبقه ويتعلم منه في وسط هذه الضجة من وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت يعني تسهل له العمل. ولد الأديب والصحفي الرائد محمد صالح عبد الرضا في البصرة نهاية الأربعينيات، ونشر إبداعاته الشعرية في الصحف المحلية منذ منتصف الستينيات، وعمل بعدها في مجال الإعلام لتكون له بصمة مهمة تذكر إلى الآن. قامة كبيرة جدا وصحفية وأدبية، قدم الكثير إلى هذه المدينة الخلاقة. رافقته شخصيته الإنسانية والصحفية والأدبية الشاعرية، الشاعر والناقد والإعلامي، فيجمع يعني من ثقافته من كل لون بطرف. يعني تجي للنقد هو ناقد، تجي للشعر هو شاعر، وكذلك للإعلام عمله. طبعا هو عمل بالإذاعة تلفزيون البصرة وكان مذيعا ناجحا أيضا. وللأديب المحتفى به عدة كتب نقدية ومقالات في مجالات الشعر والأدب عامة، كما تحتوي ذاكرته على مخزون شفاهي للمدينة، إذ يرجع إليه المثقفون للتقصي عن بعض الوقائع والشخوص التي جايلها. مشتاق فالح، العراقية، البصرة.